بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. من طبيعة النفس البشرية أنها تحن إلى أصلها. هذه النفس يعني الروح لم تأتي من هذا العالم، فقد جاءت من العالم الأعلى، كما قال ذلك القائل: هبطت إليك من المحل الأقدس. فقد جاءت فهي روح من عند الله تعالى، ليست من العالم الحسي المادي الذي نعيشه، ولذلك هي سر من الأسرار جعلها الله جل جلاله في الإنسان. هذه الروح دائما تحن إلى الغيب وتمل من الشهادة. وربما السر الذي جعل بعض الناس يسمي الخمور المشروبات الروحية هو هذا، أنه يخرج من عالم المادة، وإن كان هذا الخروج خروج وهمي ليس خروجا حقيقيا، بل هو خروج مرضي. أولا هو حرام وهو من الكبائر، ثانيا يؤدي إلى أضرار في بالإنسان، وهو أيضا يعني تعطيل العقل الذي منحه الله لهذا الإنسان. فالسر في تسمية الخمور المشروبات الروحية هو هذا، يعني كأنها تخرجك من عالم المادة لتحلق، لكن بالنسبة للخمر تحلق في أوهام حتى يصل إلى حالة يسمونها الفيل الوردي، هكذا نعم الفيل الوردي أظن هكذا، يعني يصل إلى حالة الثمل بحيث يرى فيلا يخرج من الجدار، هذه حالة ثقيلة أوهام. أما الروح طبعا كل ما انتشرت المادية انتشرت الخمور معها، هذه حقيقة. لذلك لاحظ مثلا أكثر من يشرب الخمر جماعة روسيا بسبب الإلحاد، وسنويا يموت منهم خلق كثير بالفودكا. الفودكا هذه شديدة، مادة مسكرة جدا، يشربونها والحرارة 40 تحت الصفر، يمشي فيتجمد وفي الصباح يجدونه ملقى في الشارع، لأن الخمر تعطي شعورا كاذبا بالدفء، فيرى نفسه يعني في حالة حرارة، وهي فعلا تسخن الجسم هكذا، لكن الشعور كاذب غير صحيح، توسعت الأوردة فأحس بهذا فيخرج فيموت، فيجدونه في الصباح مجمدا في الشارع. في إيطاليا، في أوروبا كثيرا الخمر في كل مكان، الحقيقة موجودة، لكن قلت أكثر أماكن انتشار هو مع الإلحاد، تزيد جدا في هذا الشيء. لماذا؟ لأن النفس البشرية تحاول أن تغيب وتبتعد عن الماديات. الوهابيون بسبب محاربة عالم الغيب هم يؤمنون به نظريا، بالغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، يصدقون حقيقة، لا نتهمهم بما ليس فيهم، ولكن الغيب عندهم نظري. الأولياء عندهم إما إذا كان وليا حقيقيا يهزون به ويسخرون، وغالبا هم ينكرون الولاية الخاصة ويؤمنون بالولاية العامة. الولاية العامة ما هي؟ لكل مسلم. الولاية الخاصة يعني التي ذكرت في مقدمة مثلا كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، والذين تحدث عنهم ابن الجوزي مثلا في صفة الصفوة، والكبار العلماء تكلموا في الرسالة القشيرية ينكرون هذا الصنف من الولاية، بل يهزؤون بكثير منهم خاصة من المتأخرين. طيب، ولي، ما فائدة وجود الولي؟ أنك مرتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الوراثة. الصحابة رأوا شيئا من حقائق النبوة، أنت ترى الولاية التي هي أثر يسير جدا من آثار النبوة العظيمة، لأنه لم ينل تلك المكرمة إلا بأن تبع الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك كرامات الأولياء جزء من معجزات الأنبياء. ولاية يعني في أنت مرتبط بعالم الغيب، أذكار تأخذها تجد أثرها، نلمس والله بفضل الله نلمس أثار أوراد سيدي أبو الحسن الشاذلي، نلمسها يعني بشكل يومي، في الحفظ من الأعداء، في ساعة الرزق، في أشياء كثيرة جدا، البركة على الأقل والراحة النفسية. الوهابي لا يجد هذه الأشياء، حتى إذا قرأ القرآن، القرآن ذكر وأعظم الذكر، ما الذي يحصل له؟
فصلوه عن الحياة، أكثر تعاملهم مع السنة، هذه التجزئة لم تحصل إلا مع الوهابية. فغالبا احتجاجهم قال رسول الله، طب بلا شك كما حتى يتحقق الحديث يقولون من قول خير البرية، أما القرآن فيقرؤونه يحفظونه لكن لا يهتمون به اهتمامهم بالسنة. طبعا أنا لا أدعو بترك السنة، ولكن الأصل هو القرآن. ما النتيجة؟ والنفس تحن إلى عالم الغيب. النتيجة انتشار الخرافات، السحر، الشعوذة. السحر يحاربون الساحر، صحيح يحاربون الساحر، لكن من قال لك أنه غير موجود عندهم؟ لاحظ مثلا قضية الجن، أكثر بلاد يتكلمون فيها عن الجن، طبعا إذا وجدوا الساحر سيقتلونه، أعلم هذا جيدا لكن موجود. أكثر بلد يتكلم عن الجن هو الجزيرة العربية، أكثر بلاد عشت فيها، حديث الشائع في الجامعة الإسلامية، أكثر الناس كطلاب كانوا يتحدثون عن الجن وقصص الجن. يوجد شيء اسمه المعالجة من الجن، وناس حتى يأخذ ترخيصا من أجل أن يقرأ على الناس الذين أصيبوا بهذا الشيء. قصص الجن وحكايات الحسد والعين، حدث ولا حرج، أكثر بلاد يتكلم فيها الناس بالحسد وبالعين والجن وهذه الأشياء، لماذا؟ حتى يملأ الفراغ الذي أوجدته المادية الوهابية. لنا مقطع سينشر قريبا أو ربما يعني نشر، عنوانه الماركسية الوهابية، في تشابه كبير بين الفكر المادي الذي قام به ماركس، هيجل وهؤلاء ملاحدة الغرب، هيجل ومن بعده ماركس، وبين الوهابية، وهو ماذا؟ المادية. حتى الإله عندهم مادي، يصعد حقيقة، ينزل حقيقة، يتحيز في المكان، له أعضاء، له أبعاض. فماركس حينما رأى ما رأى أنكر الإله، قال ما دام غير محسوس إذا ليس موجودا. الوهابية يقول لا، هو محسوس لكنه موجود. فإله غير مشخص عندهم بمشخصات، بجسد، بمكان، بزمان، بطول، بعرض، بحدود، لا يعدونه إلها. يعني لا أتعجل الأمور. المقطع يمكن أن تشاهدوه. فحاولوا تعويض الغيبيات بقصص الجن والعين ونحو ذلك. نسأل الله لنا ولهم الهداية. ولذلك يعني مجرد ما يتركوا الوهابية سيتوقف عن هذا. هلا نحن مثلا في الشام مثلا أو في تركيا، حديث الناس عن الجن قليل، حتى الأتراك يخافون جدا من الجن، لا يذكرون أسماءهم، يقول أوج حرف لار، يعني ثلاث أحرف، إذا قلت ثلاث أحرف لعندهم اعتقاد أنه إذا لا يذكر أصلا، يعني الجن لا يذكر أصلا. أما حديث الشارع في الحجاز وفي نجد هو الجن. وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.